عالم الفضاء العراقي علي سعد يبتكر كبسولة بإمكانها إبقاء الإنسان على سطح المريخ دون الحاجة إلى وقود أو أكسجين. تعتقدون مثل هذه الأخبار صحيحة أو يصدقها الناس؟ كلكم راح تسألون ليش إحنا متواجدين بساحة التحرير وتحديداً أمام النصب. هذه الحلقة راح نناقش من خلالها الإعلام وأيضاً طريقة الإشاعات اللي تطلق على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف الناس تصدقها، وكيف هذه الأخبار تنتشر كالنار في الهشيم. هذه الحلقة راح يكون معاي سبار دور الناشر، وأيضاً راح يأخذ حسين عامر دور المعارض، وحسين علاء راح يكون دور الخبر. وإن شاء الله من خلال هذه الحلقة راح نجسد ومن خلال الأحداث كيف يتم التعامل مع الأخبار بصورة صحيحة. لك بابا الخبر صحيح 100%، أنا متأكد. يعني قاب النازل من السماء استغفر الله ومن يتزور؟ لك بابا يتزور شنو؟ هاي سؤال قديم، بعد ما أكيد يتزور. دنيا تطورت وتكنولوجيا، أنا ما أقتنع بهذا الخبر. بابا أنت بتكذب بالخبر أنت مستفاد، قل ايش ينطوك؟ يعني اللي يحكي حكاية حق لازم يكون مستفاد؟ يلا لا أعطيني سبب مقنع يخليك هسه تكذب هذا الخبر. أكو رب فوقاية وحكم الناس، صح من الغلط. خبر أو مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يكون صائب، ممكن يكون لا، وبسبب التقنيات الحديثة ممكن ما نعرف هذا مزيف أو حقيقي. لكن الشيء اللي مو صائب إذا بسبب خبر أنه أنت تكون عراك وجدال مثل اللي راح نشوفه الآن. هذا لك خبر صحيح 100%. باو الدنيا الدنيا باردة وهواء ما أريد أسوي وياك شيء. هذا اللي حذرنا منه، بسبب خبر على مواقع التواصل الاجتماعي صار جدال ما بين اثنين أصدقاء، ما بين مؤيد أو معارض. هذا لك سوياني لو علي؟ أنا لو وياك ولا علي؟ لازم تحدد لو وياي لو علي. اعتبرني صرت وياك. لا عدان وياه. لا انت شنو المحامي مالتي؟ انا لا محامي ولا شيء، عندي قضيه جاي اناقش واوصل الناس، بس خليني اكمل. مو اقول لك انت المحامي مالتي. عفوا. طبعا احنا ممكن ننطي الحق وممكن ما ننطي الحق، لكن هو بسبب خبر تفاعل وياه وسوى كل هاي المشكله. لكن هنا يجب ان تكون مسؤوليه على الفرد والاخبار اللي يتفاعل وياها، وكيف هذا الخبر يتحول الى ظاهره او غول يجتاح المجتمع. الوقائع، الإشاعات، الأكاذيب، الاعتقادات، تنبؤات، تفسيرات، التحليلات، هاي كلها ممكن تكون أخبار. لكن شلون؟ إذا تبناها شخص معين أو جهة معينة راح تكتبها وتحللها وتنبئها على أنه أخبار. لكن إذا ردنا نعرف هاي الأخبار حقيقية أو مزيفة لازم هنا نطرح سؤال، ليش؟ لما تطرح سؤال ليش راح تعرف نصف الحقيقة، إذا مو كل الحقيقة طبعا. إذا تسلم لأي خبر تلقى أي مؤسسة وأي جهة راح هنا تغيب عقلك، وإذا تغيب العقل هنا مصيبة كلش كبيرة. لأن الثقافة الحقيقية مو فقط أنه تقرأ، لا، لازم يكون عندك وعي ومطلع. ومن فمك ودينك. بلسانك حكيتها قلت الثقافة. وأنا مثقف ونص، مو مثل العينتين، شرب له فنجانين قهوة قال أنا مثقف. هسه أنت غيرت، خليني أكمل. أنا كملت هسه؟ خليه يكمل، إيش بيك مستعجل؟ حسين أجيب الكرسي؟ لا قصدي مستعجل والحاق. طبعاً هنا الأخبار موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة. مثل ما نوهنا نحتاج الشاب الواعي المثقف اللي يعرف الأخبار المهمة للمجتمع والضارة للمجتمع. هاي تبقى بعد كذلك أمانة المؤسسات الإعلامية والمؤسسات والوكالات الإخبارية اللي تنقل الخبر اللي يفيد المجتمع، واللي تتغاضى عن الأخبار اللي ما تفيد المجتمع نفسه. هسه انت خلصت علينا، بس تسولف، اخصمها من الأخير واحكي لي انت ويانا لو علينا.
والله زين، تعال وقف مكاني هسه على اساس نيوتن، ما تقول ليش خبصتني درا عم تقوه تريدون تطلعوني غلطان. يعني انت ما غلطان بهذا كل اللي سويته والضرر اللي سببته للجهه المعارضه لك والجهه اللي تريد يا عم السلام بهذا المجتمع؟ ما مسوي شيء. مستحيل تقدر تثبت انا غلطان. انت مستحيلك ممكنه، بس انا من اقول مستحيل تشتغل على راس الكراسي. عم اثبت لي انا غلطان وهاي قدامكم، اثبت لي غلطان وبخدمتكم اثنيناتكم. صايرين هسه راح اثبت له شلون هو غلطان. انت سبب كل هاي المشاكل. ودعتك ما سويت اي مشاكل، هي الناس اللي تحب الاثاره والاكشن. وانت حضرتك صاير بطل على الناس؟ اني خبر، يعني شو تريدني اصير؟ مره رامبو، مره بابا نويل، اي شيء اصير. من الاخير احكي لي، تعترف نفسك غلطان لو لا؟ غلطان شنو غلطان؟ انا هذا عملي. انت هسه مو مقدم برامج وتحب الشهره وتريد الطش؟ انا هم مرضى طش. هسه امنتوا بالله، قلنا حق مشروع بس مو على حساب اذيه الناس. منو مأذي الناس؟ هي الناس تحب الشهره والطشه. هسه انت مزيف لو لا؟ انا ما اقدر اقول لك مزيف او غير مزيف، انا مكلف. يعني مثل ما يقولون وات از نوت ارسنال. وات از وارسنال قلبت على الطوبه. يعني قصدي الامر ليس شخصيا. اول شيء هي بيرسونال، تعني شخص. لا تحكي انجليزي واستر علينا، بس احكي لي عد منو تشتغل؟ يعني ما اقدر اقول لك، انا الصراحه خاف عليك. شكلك متاثر بسالفه الافلام الاكشن. تريد الصدق؟ والله عجبتني. يعني اذا مو حياتي بها اكشن ودراما ما تشوفني على الشاشة. صدق للشاشة. يعني قصدي أقول لك أنت داخل بالأكشن وماخذ كل عقلك. شاشة الموبايل قصدي. هذا الشخص هو ما إلى أي ذنب، لكن خلونا نشوف منو اللي يوصله لهاي المرحلة. كل ذنب ماله، بس لا صدقته. وليش ما يصدقه؟ الباع شلون بريء في دول الله لك، حتى البدلة ما لاقت لي. وأنا من ياخذ حقي؟ أنت قوة تريد طلعة غلطان. أنا من ياخذ حقي؟ هسا تريد حقك؟ أنا مو يمك وياك. حقك وحقه ناخذه من اللي نزل الخبر. يعني شنو اني مو بعينك؟ بعيني انت وشايفك كل الزين، بس انت تراوغ وما ينوخذ منك لا حق ولا باطل. مو قلت لك ادوخك؟ طبعا فعلا يدوخني ويدوخكم انتم، لان شخص مراوغ ومتلون بحسب الموقف. يعني مثلا تنزل اخبار مزيفه من عرفها هل هي صحيح أم خطأ؟ لكن لازم نسأل نفسنا سؤال مهم، من هو المستفيد؟ وليش تنشر مثل هذه الأخبار إلى الناس وتربكهم بحيث خبر قد النملة يسوونه مثل غول مفترس؟ رجاء بدون إهانة، أنا عمري ما شنت نملة. والنملة اللي ما تعجبك تفشخك. غالباً الأخبار الكاذبة تنتشر قبل الأزمات، مثلا قبل الموازنة، قبل الانتخابات. ليش؟ حتى يكون ضرب للخصوم المتنافسة. يعني نأخذ مثال، الحكومة قررت تستورد سيارات من جزر القمر. هسه الطبيعي بالموضوع الحكومة تستورد سيارات، هذا الخبر ما بيشي، لكن اللي بيشي وعليه مساءلة جزر القمر تستورد سيارات أو تصنع سيارات؟ أكيد هنا لازم تتساءل. فالخبر لما ينطلق عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لازم تعرف تتساءل ليش، مثل ما قلنا بالبداية. فكل خبر يكون ملفت ويكون من خلاله عدة تساؤلات، لازم أكو جهة مستفيدة وجهة متضررة، مثل صاحبنا القاعد هنا اللي الكراسي اشتغلت عليها. ليش قاعد؟ تعال. استاذ ليش ما تقوم وياي تشوف مصدر الخبر؟ وانت تعرف مصدر الخبر؟ طبعا. متاكد؟ متاكد 100%. خلنا نروح نشوف. يلا تفضل. هذول الاثنين اللي تشوفوهم اللي شفنا بالمشهد السابق يتعاركون ما بيناتهم على مود خبر، واحد مؤيد واحد معارض له. هي تبدي من شيء بسيط،
بعدها يكبر يصير شيء أكبر لغاية في نفس يعقوب. يا أهل الشباب، هاي أحلى شاي. حط على صفحة ولا تضل رايح راجع، قطعت سلسلة أفكار مو دا أشتغلاني. تشبيك شو بايج؟ قول يا الله. ممنون يا الغالي، والله أنت إنسان رائع. تمر أنت من وراء هذا الدلال مالتك راح تخلي العالم تمرد علينا. وين الدلال بالموضوع؟ هاي إنسانية ترى. بابا يا إنسانية، يلا وصل على نفرين إنسانيين. والله تعال تعال. شو تريد؟ روح هسه روح بعدين نسولف. دعوفه للرجال، دعوفه خليه يروح. ببالي سوى منا خبر من هذا اللي يريده خاطرك. شو تحصل؟ بابا نطش براسه شبيك؟ شطش، ما تقول لي شطش. طشي هو سر المهنة. يا اخي عوف الخبر على واقعيتنا. سر المهنة، الكل يتحدث عن السر، كل اللي يتعامل مثل هذا الشخص لازم يقول اكو سر. ليش؟ حتى يثير الفضول عند الناس. لما تقول اكو سر بفلان شخصية او هاي الشخصية عندها سر ان هي متكبرة او هذه الشخصية هي مبتزة او تريد اموال، حتثير الفضول عندك. فهذه الطريقة يستخدمونها هؤلاء الأشخاص. فهنا يجب نكون أصحاب قرار ونعرف هل فعلا هذا عنده أو هذه الصفات هو يحملها. ليش تكون مثل هذه الأخبار متواجدة بالمجتمع؟ أمثال هذا الشخص إذا ما كان عنده مثل هذه الأخبار يسويها راح يوقف حاله مثل ما يقول أو مثل ما يسميها. لازم تكون هاي البلبلة موجودة حتى يحصل من خلالها الأموال. فإحنا علينا كناس واعين ومثقفين نعرف الأخبار اللي فعلا هي أخبار موجودة أو هي تطلق فقط لفترات معينة ولأغراض يحققونها. يعني هسه أنت تعترف أنك تزيف الأخبار وتفبرك الحقائق بالشكل اللي يعجبك. مو اللي يعجبني، بالأصح قول اللي يعجب الناس. اللي يعجب الناس. أمثال هذا الشخص ممكن يتبرأ من الموضوع، يقول أنا أنشر اللي أريده والناس عليها تتفاعل أو ما تتفاعل. لا، هنا هو مشارك في تضليل الناس وزج الأخبار اللي تكون كاذبة في سبيل جمع أموال أو لغاية معينة أو ابتزاز معين. زين حسين، هنا أنت شنو دورك؟ شنو تسوي؟ وأنا شنو علاقة؟ شلون أنت شنو لك علاقة؟ إذا أنت ما لك علاقة وهو ما له علاقة، منو له علاقة؟ منو اللي يحارب هاي الظاهرة؟ تريد تحاربني؟ اعطيني فلوس واعطيني ملايين اللايكات وراح أعود أفكر. يعني أنت على مود هاي الأشياء التافهة تخرب أسرة ومجتمع وتسوي بلبلة بين الناس؟ أنا كيفي، ما حد يقدر يمنعني. لا، المفروض إذا أنت إنسان سوي عندك ضمير يمنعك، بس أنا أعرف ضميرك ميت وما يتحرك. شوف الله تعالى يا ولد. بهاي الطريقة يزيفون الأخبار ويضللون الناس عن الحقيقة. شخص مهووس بالشهرة والطشة مثل ما يقولون بمجتمعنا يريد يحصل على أكبر عدد من لفت الأنظار، والناس اللي لازم تكون هي مصدر تقول أنا شو عليها. هو أنا شو عليها؟ أني والمجتمع احنا ضحية لمثل هذه الأخبار الكاذبة توغلها بالمجتمع. والله أنا إذا ما أسوي هيك يا أخي ما أحس نفسي عايش. يعني لهالدرجة أنت مهووس تزييف الأخبار؟ أنا مو متولى، بس الشهرة حلوة أستاذ. أكو فرق ما بين الشهرة والتشهير. الشهرة كل احنا نعيدك بيها، إذا كانت إيجابية وتفيد المجتمع كل احنا نعيدك. لكن التشهير لو كانت أخبار زائفة وتسوي بلبلة بين الناس كل احنا نوقف ضدك. أنا هواي نصحته بس ما فاد وياه. بس ولا مرة أنت حاولت تتحرى عن الأخبار الصحيحة تعرف مصادرها مو؟ أنا أصلاً صرت ما أعرف بين الخبر الحقيقي والمزيف. والله أقص صيدي منه أنا إذا لقيت الخبر الحقيقي. احنا لازم نروح نبحث حتى نعرف الحقيقة وين.
وعلى ناقب وعلى ترتيب وغيره ما عرفته. والله دخلت يا عمي حرت بين الصدق والكذب. استغربين مو؟ بعدك ما شفت شيء. هاي اول باي والثقيل جاي. سيدك والله تظل على هاي وضعيتك يومين بعد. ملايين الناس راح تظل تتابعك وتصدق بكل شيء تنزله. تريد الصدق؟ الناس صدق كل شيء، شوفه بعينك. قاط، سيلفيات، ترتيبات. طشينه. انت بس توكل على الله ونزل بالمواقع. فيديوهات على ستوريات ما ادري شنو، ملايين الناس راح تظل تتابعك وتصدق بكل شيء تنزله. اصبر صديق، يلا حبيبي. استلم. عشان بالك. ترى هيك ضيعتوا الخبر الحقيقي، حتضيعون الناس. انا ايش علي بالناس؟ انا عندي المهم ينزل الخبر هيك مرتب جديد. هو يطش بعد. هي حبيبي تفضل. وصل وصل. حبيبي شو ضايج؟ غار؟ والله عمي لا تغار. سبعتون قلتوا. لا لا تغار قل لي غار. اشتغل صح شنو صبر الناس؟ اشتغل صح. انا ما مصدق. لحد الان ما مصدق. حبيبي اي تومر تومر قلبك. شوف الناس. وبعد يا ثالث يا رابع بعد وبعد دا يشتغل صح ودا ينزل امور كلش تومر. تريد تصير طاش؟ ماري. كذب. ماري. لكن بالمحصلة النهائية هذا الخبر يفقد هويته، وإذا فقد هويته يكون خبر قابل للتغيير، يعني ينقلب السحر على الساحة. هسه عجبك وضعك؟ وأنت كل شوية ويجيها؟ صراحة كل شيء ما أعرف. ليش ما تعرف؟ هسه أنت تحكي وياي لو ويا غيري؟ يعني هسه أكو واحد غيرنا بالغرفة موجود أكيد وياك. لا عطيني يداح. لا أنا ما أدخل الحمد لله. والله حرامات السر. ليش حرامات؟ إيش فيد؟ شنو فيد؟ بخبر كاذب تمرر علي؟ لا ما طيبة. زين عندك نرجيلة؟ مو قلنا لك ما دخل. أنت الظاهر فهمك على قدك. تفضل. ما دخل. شو تسوي بيها؟ أنت مو تدخن كل الأنواع وأمورك ماشية؟ صراحة أستاذ أنا ما أحبها، بس الناس تقول يدخنهن، ناس تقول يدخن جيجارة، ناس نرجيلة، أنا عبد مأمور يعني خبر. شو تريدني أصير؟ يعني أنت لهالدرجة ما عندك قرار والناس هي اللي تمشيك؟ ألو. والله ما عرفتك. ألو منو؟ والله ما دا اعرفكم يا معود. انا بيا حال استاذ علي جايبني هنا واني الف شغله براسي. استاذ علي تعال صدق. انت صدق استاذ علي لو شو تاهت؟ انت مو تشوف نفسك صرت ضايع وما تعرف شلون تتحكم بنفسك؟ خل ادخن. والله صراحه استاذ انا ضايع وضايق والله يعني كلش. ليش على كل هذا؟ شنو السبب؟ الناس صعدني وتنزلني. هو الخبر انا لازم اصير هيك مو كيفي. ما اعرف مالي دخل. انا خبر ناس صعدني ناس تنزلني. انت فقط وسيله الى البلبله الى تخريب المجتمع الى قضايا الفساد. نقدر نقول هيك ممكن. الو اطلع برا. الو اطلع برا. أقول لك استاذ بس قبل لا أطلع ثانية. ليش الناس كلها تريدني؟ شنو السبب؟ أردك تفهمني السبب. ليش الناس كلها تريد الطش وتريدني؟ يعني ما دا أفتهم بهالمجتمع شنو؟ هذا هو الخبر الكافي. الخبر الكاذب لما نوصفه هو مجرد كلمات. هاي الكلمات من خلالها مدون. المدون بكل تأكيد يمثل جهة سياسية أو جهة تريد الخراب أو الابتزاز. فإذا ما سيطرنا عليه راح يكون يتلاعب بينا بهذا الشكل بحيث ما نعرف شنو راح نسوي. ألو
خبر تهستر ونجن. ليش؟ شنو السبب؟ مره يصير ابو طبر، مره يهجم، مره يصير ما اعرف منو. عليكم؟ شلون علينا؟ على صاحبنا ابو التواصل الاجتماعي. يعني مرتاحين انتم هسه؟ احنا كلش مرتاحين. ها ايش بيك؟ هذا ابو طبر يضحك وراي بعرفان. وينه؟ هيك يا معود على كيفك؟ انا صوتي كله من ايدي، كان خبر هالقدوتي، هسه كبر وطش بعد يالي لزمي. هسه احنا شنو ندوس؟ لا تدوس، بس احذف الخبر لو تصحح رحمه والديك. احذفني رحمه والديك. تعبت من الركض وين ما اروح منه ومنه وتعبت تعبت. انا ما اقدر. انا ما اقدر. ولا انا اقدر. لكن احنا نقدر اذا تعاوننا بما بيناتنا نتخلص من الاخبار الكاذبه اللي تخرب المجتمع. شاهدنا احداث الحلقه وكيف دارت الاحداث حول الخبر. من خلال هذه الحلقه حبينا نناقش موضوع الاخبار اللي تكون على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره. اليوم لما انت شخص صاحب صفحه او بيج على مواقع التواصل وعندك مجموعه كبيره من المتابعين، لكن للاسف نفتقد حس المسؤوليه تجاه المجتمع. يعني لما تجمع المشاهدات ولا غيرها بخبر كاذب قد من الممكن يزعزع الامن ما بين المجتمع وما بين الناس ويخلي الناس بحاله حيره مجرد انه انت تجمع اموال. هذه الاموال تروح مع الوقت مو باقيه. اللي يبقى هو اذا قدمت فد شيء ايجابي للمجتمع ويكون به مصداقيه، وحتى لو اكو اشياء سلبيه من الممكن نواجهها لكن ممكن تغاضى عنها نتغاضى. انه اذا توجه فقط الانظار السلبيه والاشياء اللي تكون كاذبه راح تؤدي الى مجتمع غير صالح. احنا اللي نريده من خلال هذه الحلقه خطاب الى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانه حقيقه المسؤوليه امام الناس، انتم اصحاب مسؤوليه واصحاب قرار، عليكم ان تعون المسؤوليه بما تقدمونه، لان الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها. اليوم لما كل شيء تقدمه، جائز طفل، جائز شاب صغير مراهق يتاثر بيك، فانت هنا سنيت سنه سيئه. فان الريده من يمكم انه تكون اصحاب قرار، تكونون على وعي المسؤوليه. لكن سبب من اسباب تغطرس رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره هم الناس، للاسف طبعا اقول هذا الكلام. لان يعطون قيمه من لا قيمه له. يعني اليوم لما انطي قيمه لشخص يستحقها، شخص مثل القوات الامنيه، شخص مثل المعلم، شخص الى كينونته بالمجتمع واساسه حتى اكون بمجتمع صالح وغير متخلف. احنا وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، وان شاء الله كانت رسالتنا واضحه من خلال هذه الحلقه، حبينا نناقشها بطريقه مختلفه وان شاء الله وصلت. شكرا جزيلا.